البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف وفى الله تعالى عنه: المسألة الرابعة، حكم تكبيرة الإحرام. ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ومعنى الركن أنه لا إذا تخلف بطلت الصلاة، سواء على نسيان أو عن عمد. فإذا أطلقوا الركن فمعناه أنه تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا. ولكن في حالة السهو ذكروا أنه يمكن الاستدراك فيرجع إلى المكان الذي نسيه، إذا كان منفردا يرجع إلى المكان الذي نسيه، وإن كان مأموما قضى ركعة، كأن ينسى فاتحة الكتاب. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط خارج الصلاة قبل العبادة، مثل الوضوء ودخول الوقت، مثل الطهارة ودخول الوقت. والركن من أعمال الصلاة نفسها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وفيه: ثم استقبل القبلة فكبر. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وذهب الحنفية إلى أنها شرط من شروط صحة الصلاة بدليل إضافتها إلى الصلاة في قوله تحريمها التكبير، قالوا: ولا يضاف الشيء إلى نفسه. قال ابن قدامة رحمه الله: ما ذكروه غلط، فإن أجزاء الشيء تضاف إليه كيد الإنسان ورأسه وأطرافه. وقد قيل إنها سنة. قال ابن المنذر رحمه الله: لم يقل به أحد غير الزهري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد نقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحد منهما تصريحا، وإنما قالوا: في من يدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع. فظن الظان أنهم يرون أنها سنة، وإنما عندهم هذه التكبيرة هي تقع عن الإحرام وعن الركوع. وقد نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله فقال: وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع، انتهى. والصواب ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. إذن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. المسألة الخامسة، صيغة التكبير. ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك لا يجزئ إلا بالتكبير، وذهب أبو حنيفة وعامة أصحابه إلى أنه يجزئ بكل اسم لله على وجه التعظيم، كقوله: الله عظيم أو كبير أو جليل، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه. وقال بهذا الحكم وجاء عن الشعبي بإسناد فيه مجهول. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وفي حديث المسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا. وعلى هذا فلا يجوز أن يأتي بألفاظ أخرى، الله أعظم، الله أجل، أو الله عظيم، أو نحو ذلك، لا يصح. ثم ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز بقوله الله الأكبر بالتعريف، لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته، ومعناه لم تغيره عن بنيته ومعناه، وإنما أفادت التعريف. وذهب ابن حزم إلى أنه يجزئ التكبير مضافا إلى أي اسم من أسماء الله، كقوله الرحمن أكبر، العظيم أكبر، ونحوه. والراجح ما ذهب إليه غيرهما، وهو أنه لا يجزئ إلا قوله الله أكبر، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه خلافه. فقد ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي حميد بإسناد صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وأخرج البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي، فذكر الحديث. قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم. وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن عمر أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، وهو في الصحيح المسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى هذا الذي جاء في الشرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صيغة التكبير، فلا يجوز تحوير الصيغة. وقال ابن قدامة رحمه الله وقول الشافعي عدول عن المنصوص، فأشبه ما لو قال الله العظيم. وقولهم لم تغير بنيته ولا معنى، أو لم تغير بنيته ولا معنى، لا يصح، لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف. ما هو الذي نقل من التنكير إلى التعريف؟ دقاء ماجد، تكبير الله أكبر. والصيغة الثانية التي نقلت إلى التعريف ما هي؟ ما هي الصيغة؟ الله الأكبر، الأكبر. من الذي أجاز بالتعريف؟ الله الأكبر. من أجاز بالتعريف؟ عندك يا أحمد فؤاد، هذا إمام الشافعي، والجمهور على عدم مشروعية ذلك. أما أبو حنيفة فتوسع فأجاز كل لفظ يدل على التعظيم، سواء بلفظ التكبير أو غيره، وبسم الله أو غيره، يعني أقصد بالأسماء الحسنى الأخرى. وهذا قول أحمد ومالك، ورجحه ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن قدامة رحمه الله وقول الشافعي عدول عن المنصوص، قد قرأنا هذا، فأشبه ما لو قال الله العظيم. وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه لا يصح، لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف، وكان متضمنا لإضمار أو تقدير فزاد، فإن قوله الله أكبر التقدير من كل شيء، ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله
صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا. فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها، كما إن إطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قوله بسم الله دون غيره، وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها. والخلاصة أنه لا يكبر إلا بهذا اللفظ الله أكبر، تغييره مردود على صاحبه ولا يصح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يغير الله. المسألة السادسة تنكيس صيغة التكبير، يعني يقول الأكبر الله الأكبر الله، ولا وما سينكسه إلا وهو سيغير أيضا الصيغة. أما مع التنكير أكبر الله هذا بدأ بنكرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح التكبير إلا مرتبا، فإن نكسه لم يصح، لأنه لا يكون تكبيرا، وهو مذهب الشافعية أيضا كما في شرح المهبة. المسألة السابعة اللحن في التكبير. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل بحيث تغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول الله أكبر فيجعلها استفهاما، أو يمد أكبر فيزيد ألفا أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبل، الكبر الطبل أكبر سيصير جمع كبر، لأن المعنى يتغير به. وإن قال الله أكبر وأعظم وأجل ونحوه لم يستحب وانعقدت الصلاة بالتكبيرة الأولى، يعني إذا أعطف عليه فهذا العمل غير صحيح، ولكن انعقدت الصلاة بقوله الله أكبر. المسألة الثامنة التكبير بغير العربية. من يجيب قبل أن نقرأ المسألة؟ يكبر بلغة عجمية لك قسم ينطق بالعربية، ولا عجمي إذا كان لا بد من التكبير لأنها سهلة عليه، يستطيع أن يأتي بالتكبير، يتعلم التكبير. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع قدرته عليها. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يجزئه لقول الله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، وهذا قد ذكر اسم ربه. ولنا ما تقدم من النصوص، نصوص فيها التكبير وفيها كان يقول الله أكبر، وهي سهلة أيضا على الأعجمي، وهذا يخص ما ذكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها، وهذا يخص ما ذكر. وقول الجمهور هو الراجح وهو عدم الإجزاء. المسألة التاسعة إذا كان أخرسا أو عاجزا عن التكبير. ذهب الشافعية تبعا للشافعي وبعض الحنابلة إلى أنه عليه أن يحرك لسانه بما يقدر عليه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذهب الحنابلة وهو الأصح عندهم إلى أنه يسقط عنه باللسان ويحرم بقلبه، لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فإذا عجز عنه لم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة. قالوا: وإنما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة توقف التكبير عليها، فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته، كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه، وإن قدر عليه سقط عنه النهوض إليه وإن قدر عليه. ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبث،
لم يرد الشرع به، فلا يجوز في الصلاة كالعبث بسائر جوارح. وهذا القول أرجح والله أعلم، وترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.